مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية استوردها معهد باستور للانطلاق في حملة التلقيح الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن خلال هذا الأسبوع بمؤسسات الصحة الجوارية والصيدليات. الإشكال ما لازمش نخطئه ونقوله أنه الأنفلونزا الموسمية حاجة عادية، مش حاجة عادية الأنفلونزا الموسمية. احنا نذكر باللي نعطي مثال، هل يعني يمكن تكون حالة لإنسان أنه يكون عنده أنفلونزا موسمية وفي حالة وبائية هكذا يكون تانيك عنده فيروس كورونا؟ نخليك يعني تشوف يعني مدى الإشكال والكونسيكونس اللي يقدروا يكونوا على المريض هذا. دونك الحملة تاع الأنفلونزا الموسمية حملة مهمة. تزامن التلقيح ضد كوفيد-19 والأنفلونزا الموسمية يجعل العديد يتساءل حول الفارق الزمني بين اللقاحين. وزارة الصحة فسرت في الأمر: نقدروا نديروهم مع بعض ونقدروا مام نديروهم نفس اليوم، سواء اللقاح يعني الجرعة الأولى للكوفيد أو الجرعة أو دو غابيل ولا تخوزيام دوز، يعني ممكن نديروهم في نفس اليوم. لا سول ديفيرونس سي كنديروهم في زوج مناطق مختلفه، يعني ندير في الدراع واحد ندير فاكسان ندير لقاح، وفي الدراع الاخر ندير اللقاح الثاني. تلقيح اكبر عدد من الاشخاص ضد كل من كوفيد-19 والانفلونزا الموسميه هو الامر الذي سيقلل من نسب المضاعفات الخطيره والوفيات، خاصه مع انخفاض درجه الحراره وارتفاع نسبة العدوى بين الأشخاص.